هذا وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، حيث تمكنت خلال شهر من ضبط الآلاف من قضايا الإتجار في المواد المخدرة. جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الإتجار وجلب المواد المخدرة وضبط الضالعين في هذا النشاط الإجرامي حماية للمجتمع من آثارها السلبية. وأسفرت هذه الجهود خلال شهر عن ضبط 9615 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 10911 متهمة. وتنوعت المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين، حيث تم ضبط قرابة 9 أطنان من مخدر البانجو وأكثر من 6.5 أطنان من مخدر الحشيش، بينما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط نحو 649 كيلوغرام من مخدر الهيروين. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الاستروكس تزن أكثر من 337 كيلوغرام ونحو 156 كيلوغرام من مخدر الآيس ونحو 16 كيلوغرام من مخدر الأفيون. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 283,400 قرص وأمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، وأكثر من 62,000 قرص وأمبول لعقار الترامادول، و6,500 قرص مخدر لعقار الإكستازي، ونحو 7,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وأكثر من 12 كيلوغرام من ذات العقار. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 636 مليون جنيه. وفي سياق تصدي الأجهزة الأمنية لقضايا غسل الأموال، تمكنت خلال شهر من ضبط 6 قضايا غسل أموال بقيمة مالية بلغت 160 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 26 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. هذه الأرقام تعكس حجم الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لتجفيف منابع المخدرات، وتؤكد على احترافية هذه الأجهزة ويقظتها لحماية البلاد من تلك السموم القاتلة.